مرحبا بكم في النشاط الاقتصادي. ترأس الوكيل المساعد بوزارة الصناعة والتجارة لشؤون السياحة الشيخ خالد بن حمود الخليفة أعمال اجتماع وكلاء شؤون السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه مملكة البحرين تحت شعار تنشيط السياحة البينية. وأكد الشيخ خالد بن حمود حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دول مجلس التعاون في المجال السياحي، وتأطير الجهود الهادفة إلى خلق صناعة سياحية رائدة في المنطقة. وقد تضمن جدول الأعمال عرضا مفصلا مقدما من البحرين حول سبل تنشيط السياحة البينية، والذي تم من خلالها عرض عدد من المبادرات الهادفة لتحقيق التنمية السياحية المطلوبة بين دول المجلس، ومن ضمن إنشاء موقع إلكتروني موحد لتسويق المنتجات السياحية المختلفة. اجتماع اليوم هو عبارة عن اجتماع ورشة عمل لتنشيط السياحة البينية ما بين دول مجلس التعاون. هناك أربع مبادرات رئيسية تم طرحها اليوم، اللي إن شاء الله بتساهم في تنشيط السياحة الخليجية. وإحنا لا نستهدف فقط أبناء دول المجلس، ولكن أيضا المقيمين في دول المجلس. عمل خلال هالاجتماع هذا على تفعيل جميع المواضيع الخاصة والمبادرات، اللي فعلا عدة مبادرات وضعت من قبل الدولة الشقيقة دولة البحرين، ونحن كأعضاء كذلك عندنا عدة مبادرات لتسهيل السياحة البينية بين الدول الخليج، وإن شاء الله كذلك الأخوان من دول المنطقة. أقفل مؤشر البحرين العام بانخفاض وقدره 0.3 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع التأمين وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 1,333,078 سهما بقيمة إجمالية قدرها 276,669 دينارا بحرينيا، تم تنفيذ من خلال 73 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 60% من القيمة الإجمالية للأسهم.